بالتخفيف لا بالتجديد. يقولون حافة الوادي، بتجديد الفاء يريدون جانبه، وهذا خطأ. والصحيح حافة الوادي بتخفيف الفاء، أما الحاف بتجديد الفاء فهو ما يحف بالشيء. ومن ذلك قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ويقولون الصلاحية والصلاحيات بتجديد الياء، والصحيح الصلاحية والصلاحيات بالتخفيف. ومثل ذلك كراهية ورفاهية وطواعية وعلانية بالتخفيف لا بالتجديد. يقول بعضهم أبو نواس بفتح النون والواو وتجديدها عند ذكر كنية الشاعر المعروف، وهذا خطأ. والصحيح أبو نواس بضم النون وتخفيف الواو لا تجديدها. ومن ذلك أيضا سوريا، البلد المعروف بالتخفيف لا بالتجديد، وبعضهم يقول سورية بتجديد الياء، وهذا خطأ.